بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مواصلة في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما إلى روح كريمة صعدت إلى رب كريم، فباسم العائلة الكريمة جميعا، بل باسم أهالي وعائلات قرية الصفا جميعا، وعنهم مولانا الشيخ العارف بالله الشيخ الدكتور الشحات العزازي، وباسم مولانا أهل القرآن وأهل العلم مولانا الشيخ الشحات شاهين، بارك الله لنا فيهم جميعا، فباسمهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من أتى إلى هنا ليقدم ويشارك واجب العزاء في الأم الراحلة. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام لنعطر المكان بآيات الرحمن، آيات الرحمن القرآن الكريم، القرآن الكريم معجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، آيات الله البينان يتلوها علينا قارئ له في قلوب العارفين والعالمين حب، قارئ تربى وترعرع وعشعش وسكن في جدران بيته القرآن الكريم، ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ والمقيم بطاروط مركز الزقازيق شرقية، يتفضل منا مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما
بسم الله الرحمن الرحيم ما
الرحمن على العرش استوى له ما عليك إنك بالوادي
أنا الله
وليا فيها آرب وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي
ولي فيها مآرب
قال واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا اشدد به أسري اشدد به أسري وأشركه في أمري
عشنا واستمعنا واستمتعنا من كتاب الله الكريم آيات الله البينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر المحافظات مونتو كارلو والإذاعات الخارجية
إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزه بمحافظة الشرقية. مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الذهبية الحديثة الكبرى فراشة وإنارة الحاج إسماعيل فلفلة والمقيم بقفر المقدام مركز ميد غمر بمحافظة طقانية. خدمة الضيافة المميزة بوفي الجندي تحت إدارة المتر المميز دائما أحمد الجندي والمقيم بعزبة الزيني مركز الزقازيق. خدمة النت العالمية عبر العالم والأوسع انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي فهي لعميد مصوري مصر المهندس المميز دائما ناصر صلاح تحت إدارة المهندس محمد ناصر صلاح والمهندس العالمي صلاح ناصر صلاح بمدينة الزقازيق. باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وعنهم مولانا الشيخ العارف بالله الدكتور الشحات عزازي وعنهم مولانا الشيخ العارف بالله الشيخ الشحات شاهين وباسم جميع عائلاتي وأهالي قرية الصفا جميعا يتقدمون بخالص الشكر إلى كل من أتى إلى هنا ليقدم ويشارك واجب العزاء وشكر الله مسعاكم جميعا.